الادوات المطلوبه في التجربه عندنا دوره ساعته 1000 ملي، طبعا ما فيش انا بركي شغال 1000 ملي، الان بنعطيكم اياها الشفوي ونشوف على الارض الواقع التجربه. نشوف على المدير الصراحه. نشوف وقت صعب. عندنا ناخذ كاس زجاجي ساعته 1000 ملي، 1000 ملي. ناخذ كوما زجاجي. ناخذ محلول بيكربونات الصوديوم. محلول بيكربونات الصوديوم في تركيزه بالكتاب محطوط عندنا 1%، محطوط معنا بوينت 2 في 10%. 1% عمليه سهله، تسطع على سالب كيما شبه سالب كيما على اساس حتى المحلول. لما شاف كل 1% سهله، بعد 1 جرام كل 100 مل. فيش فيها مولاريتي وما مولاريتي حطيته مثلا زي كذا. ما دام عندك انت طالب البيرسون 1% الاغراض مبينه، يعني بدهاش اكس هو 3 وشيء. اكيد عمليه صعبه بالنسبه لي، ما وصلش كيف بدنا نعمل. لما شاف على ارض الواقع كان للاسف مش مطلوب منك كل الحكي هذا بجد. 1% معناته 1 جرام لكل 100 مل. هاي سهلت علينا نسبه كبيره من صعوبه اجراء التجربه. فبناخذ بانه معنا اللتر او مش يعني مش شرط بس نسبه جرام 1% حسب الدوره اللي انت بتستخدمه. احنا محكومين في كمع زجاجي معين، ممكن يكون اطول او اقصر او شيء كيف بتسيطر عليه، كميه بتحددها انت. كانت الصعوبه اللي حاولنا فيها هي قصه تنكيس الانبوب المخبار على الكمع الزجاجي. عمليه التنكيس عندك تعبيه الان، خلنا اذا عندنا دوره زجاجي بايكربونات الصوديوم لكن باودر بتوفر بسهوله، ماء، قمع زجاجي، انبوب اختبار. هاي المواد المطلوبه، زائد طبعا النبات. النبات عندنا هنا عملت عده حالات في عده نباتات، ضبطت معنا نبته هاي، حكوني عنها شو اسمها بس نسيتها في المشاكل الزراعيه. ما خدناش مشكله زراعه، ما خدناش نبات زيت، ما خدناش احياء بحريه، على اساس انه نجيب نبات مائي. نبات مائي ما فيش، نبات مائي ما فيش، يعني محلات زي رحت لها مع المر. الحياة البحرية مش ممكن تلاقوا في البحر. نبات مائي عارفين ليش النبات مائي؟ لأنه بيتطور في الماء. أيوة. عشان CO2، الهدف كله مشان CO2، CO2 مدار في الماء، احنا تجربتنا احنا مائية، فمنا احنا CO2 مدار في الماء، اخترنا نبات مائي. توفقنا في هاي النبتة. هاي النبتة الآن بتشوفوها انتوا على الأرض الواقع، أعطت نتائج الحمد لله كويسة. كان يعني النبتة الثانية هاي كمان افترضناها نبات مائي، هو نبات البامبو، عاد اسمه نبات البامبو، نبات زينة بنقدر بنوضعها في البيت. هاي نبات بامبو، بس أنا شفت إنه عملت الثنتين حتشوفهم الآن أنتم على أرض الواقع، هاي كانت نتائجها مش مذهلة، يعني مش مذهلة، مصيبة يعني. بقول لك مش بلحق الحق أحط عليها مي، مش بلحق أحط عليها مي. كل ما احط مي على طول خلال اقل من 3 أو 4 ساعات المي بتتحلل وبتصعد الفقاعات، هي بطيئه جدا جدا. شو اسم النبات ده؟ هذا البامبو. هذا مش حكى لي اسمه تبع المشتل. مش عارف والله شو بس انتم من مشتل الزراعه موجود على مخرج 15 اللي بده يحب النبته يشوفها. مخرج 15 باب الرومانسيه اول محل، مش عنده المحل الثاني، مش كل المحلات حتى عنده النبته هي. يعني اذا فرض الوقت 4 أو 5 محلات حتى كيف النبته هي، كل نبات ما كل ما فيش. انا بحب كلها بدي اعيش يعني بالماء وبعيش في ال في الان في شركات تسوي الزراعه المائيه، هاي المائيه. في ابو في الان لا مو زراعه مائيه، نبات مائي يعني يكون مغمور في الماء. يكون مغمور في الماء. ليش يكون مغمور في الماء؟ عشان يشوف الفقاع. بس لان الفقاع هذا يصير في الوجه، تشوف اليوم ما تيجي تشوف. لما يكون داخل الماء تكون فقاعات، لما تشوف الفقاعات هذا دليل على ايش؟ غاز تصاعد غاز، هذا الغاز شو؟ غاز عفوا غاز شو يجي؟ فاذا يا اخوان اذا اذا بناخذ اذا هي الادوات عمل الدكتور السلامي الشرطي السلامي. طيب وهذا الشكل برضه مره واحده يعني؟ لا شوف على هذا الرقم اللي نزل احمر.
السلامة. و المواد الأدوات اللي تجيبها مرة واحدة. المواد الأدوات. كم ساعة؟ لا أنا غطي البطارية. أنا صرت غطي دي كذا ساعتين تاني. كل تجربة 29 لحالها هي. والله هاي. مظبوطها إن شاء الله. كل الاقماع طلعت اعلى من الزنديه.
بس الحمد لله كانت النتائج كويسه. المهم هيك صعوبه حتكون عندنا هون، اذا هذه التجربه هي حتنجح معك لكل المراحل، تمشي اول وثاني حتى المتوسط تمشي مطلوب عم يكتب لها ضوي. بناخذ الكاس نحط فيه كميه معينه مطلوب حسب المطلوب، بعدين بناخذ الانبوبه بكون الجزء مقطوع لاعلى بهذا الشكل. هي بدك تتحكم انت بالطول. عمل كمان احنا لازم نقول انه كمان الانبوب هاي القاع القمع مناسق مع قاع الزجاج قاع كاس من بعدين بصير بطلع هواء، مش حيسوي لي شيء. بدك تعمل عده احتمالات، تقطع من الجزء من الساق حتى انه والاوراق تكون اتجاه لاعلى مشان انه كمان ما يصيرش عندنا الكوب هيك، لازم يكون ملابس عليه الكوب. بدك تقطع من جزء من الساق وتحطه وتطوره في المنطقه وبعدين تحط المحمول الباي كامل كوبي. هاي ثاني وقت ايش؟ بناء طيب، لانه عندنا المنطقه نعم فيصير مرورنا واحد ونصب الاثنين مع بعض. تمام لو تعمل مرتين ماشي. هاي بالنسبه لل بناء الطوري. النبتة هاي مش عم بقول من المخرج 15 من المشاهد الزراعية موجودين، بس اصورها بدي اشوف هيك سأل عنها يعملها للطلاب كثير تجربة سهلة، بس بدها دقة وانتباه. التجربة الأخيرة اللي هي عندنا هاي خلصناها، كيف بدنا المنطقة هذيك الحية؟ أدوات التجربة كثير بس سهلة. عشر دقايق عندك كمان مش حاجة من ماشي نتحقق النتائج و هذه مهمة برا ولا واحدة غيرها؟ نفس العينة ايه؟ بس على مطلق التمويل بطرح على البنت اللي كنت امبارح مسجل عليها انت ماشي؟ الاستقبال امبارح شو بقول لك ايه يا عم كلمة ماشي؟ أي منطقة حيوية إذا تتأثر بالعوامل الحيوية والعوامل اللا حيوية بتأثر على حياة المنطقة. حيوية عارفين كل ما يتعرف في المخلوقات الحية من نبات من حيوان من بكتيريا من دودان من فطريات من 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 كل ما هو كل وقت ما هو حيوي. عوامل اللا حيوية درجة الحرارة، الأكسجين، الحموضة، القلوية، الملوحة، نوع التربة، كل هاي عوامل بنسميها عوامل الحيوية بتأثر على المنطقة الحيوية بتعيش فيها المخلوق الحي. احنا هون صممنا تجربة عملنا منطقة حيوية، عملنا منطقة حيوية حطينا وفرنا فيها معظم العوامل اللا حيوية. خلنا مجموعة من الأبعية أو القصص البلاستيكية أو بنسميها القصص. حطينا فيه كل كميات متساوية من التربة، التربة الزراعية. بالبعاء السابع حطينا فيه صخور. الوعاء السابع أثر تربة صخرية، منطقة جبلية. في هذا الوعاء، هذا الوعاء بنحطه في غطاء بلاستيكي. بنعمل فيه دول بنحطه غطاء بلاستيكي. الوعاء الثاني بايكربونات الصوديوم. الوعاء الثالث ماء زمزم. الوعاء الرابع ماء العذب. ماء العادية الطبيعية. الوعاء الخامس المادة الغلابية الجل، جل الطعام بيمشي معانا، جل الشعر بيمشي معانا، هذا الخام. إعادة للبداية، لكن المتغيرات ماء زمزم،
غلامية صخور وغطاء بلاستيك. الآن ناخذ ال هون كمان كمان الخاطئ اللي كسر ناخذ الحلبة الحلبة بتاع كوع الحلبة ننقعها قبل بيومين ثلاثة ناخذ كمية من الحلبة ننقعها في الماء قبل يومين ثلاثة ماء عادية ماء ماء بارد يعني ما تكونش ماء ساخن قبل أن نقتل الأجنة مش نقتل الجنين فماء ماء عادية ناخذ تقريبا قدر من ملعقة هون طبعا بتعمل كمان الاحتمال الخطا اللي هو هل البذور اللي هون كلها حية؟ هل كمية البذور على البذور اللي عندي الآن هنا أنا تقدير 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 حتى لو بذرت الخطأ وارد لأن أنا مش ما بعرف شو جوا البذور هل حية ولا مش حية احتمال هون قصة كمية البذور هذا احتمال بارد حيوية أو نمو النبات فالآن ناخذ تقريبا ملعقة صغيرة لكل عينة ناخذ نحاول نوزع قدر الامكان يكون عندنا نغطي كل المساحه هاي لان هاي امامنا ماء زمزم اللي جنبها ماء عذب اللي جنبها ماء عذب يعني نكملها مع السبع صح نعم مع السبع نعم هاي محل بايكربونات طبعا انا هون احنا عندنا عملنا عده عوامل لا حيويه ماء عذب نسبه الاملاح فيه عاديه ماء زمزم معروف نسبه الاملاح فيه عاليه اذا كوننا تربه نسبه الملوحه فيها الاملاح فيها اكثر من الماء العاديه البايكربونات حولنا تربه الى قلويه قاعديه صارت عندنا تربه قاعديه الخل صار عندنا تربه حمضيه إذا عملنا مجموعة أنظمة الآن إحنا مجموعة عدة عوامل صممنا منطقة كأننا في عايشين في الخرج إلى الدوائر المادة الهلامية عندنا نفس الشيء ناخذ الكمية والصخور اللي في نقطة نسيت أحكي لكم عنها، إذا كان عندنا أنبوب بلاستيكي يفضل تفقيبه. صكوك احنا نضربه كم فتحة من تحت في التهوية نعم. إذا كان القصيص فقير أصلا هو برشح أصلا من القارة نفسية من هذا. بس إذا كان أنبوب مثل هيك بلاستيكي لازم نعمل له تهوية من نذكره من تحت الان حطينا بس انا بضغط كميات متساويه الان نيجي على العين الاولى ماء زمزم ماء زمزم بنحاول يكون كميه الماء متساويه الان اول عينه ماء زمزم ناخذ ماء زمزم هي طبعا بتكون هنا من قصه انه ليفل خلاص انت ما قلت لكم النتائج تجي باليوم احسن من احسن من اللي نشوفه الان حطيت ليبل حطيتها على السطوح برا صار شوي كما من الليبل بطلت لا من زمزم ولا من عدد ولا من عندنا تجربه اخر نتائج كان المفروض يقدر تطلع النتائج اللي تشوفها الان يعني تكون نتائج واضحه تاخير يوم عندنا في النتائج طبعا تاخير يوم يكون واضح يكون تاثير هاي ماء زمزم ننزل ماء للتساوي طيب حولنا اللي كمان نحط النبتة على العينة على السطح تبدو تكون في طيور في الجو ممكن يجي من قبل البذور نحاول قدر الإمكان نغطي طبقة رقيقة مشان إنه الطيور ما تشوفش البذور هاي ماء زمزم خلصنا العينة الثانية ماء العذب نفس الشيء ناخذ طبعا نفضل انه غير الكاسه بس انه ماء مش حيكون كثير هاي ماء عذب انا وحدي
اخذنا كميه الماء صح ولا لا؟ وش المتغير؟ نوع الماء تغير النوع نوع الماء نوع الماء نوع الماء لانه يعني ممكن تاخذ ماء مبطن وماء تضع فيه انت 10 ملاعق وماء عادي وماء تحليل ها؟ يعني اذا اردت انك تستوعب ماء زمزم بس حسب الهدف من التجربه انت عايز تعمل ايش؟ يعني انت عايز تكشف عن ايش؟ عن تاثير الاملاح الدم والنبات ولا نعم شو يعني العوامل الحيويه اللي بتاثر على نمو النباتات حدد العامل الحيوي ايش هو الان انت حددت عامل معين انا عامل معين ايش هو استاذي عادي انا شو تجربتي؟ انا شو تجربتي؟ منطقه ما قلتش جماعه انا منطقه المنطقه دي هي اللي بتكون عندي اكثر من نظام اكثر من عامل اكثر من مجموعه تنظيمه بيئيه بتشترك بمناخ معين نعم انا الان عملت انا كاني انا الان عايش في لبنان صخور تمام وعايش في مكه على اساس انهم بتقول عنا تحرر الماء زمزم من هون ترشح لميه زمزم من هون لهون انت لما تعيش على ميه زمزم عايش في جنوب عندي ماء عدل لان عملت على اكثر من نظام اكثر من عامل لا حيوي ممكن اختار كانواع مختلفه من التربه يصير العامل متغير عندي لانه هو المويه بس كميه الماء شوف هو الافضل انه تفحل التربه كلها ثبت كل العوامل خلاص يعني تاخذ ماء مطهر ماء مالح ماء بحر مثلا وماء عادي وماء العامل كلها اللي بعدين ناخذ الخل حبس بصير على تربه حمضيه الان هي الان صار على تربه قاعديه الان بصير على تربه حمضيه محلول الخل في خل اسود صناعي يكون افضل من اللون الابيض حتى على التربه بتوعد انه حيكون واضح التغير في لون التربه نحاول نوزع الماء بالتساوي على جميع الوعاء الوعاء الخامس مادة أولابية ممكن تأخذ جل الشعر جل الطعام من نوفلو بنحاول نغطي طبعا الآن بنحاول نعمل عليه تغطية كاملة للتربة شو عملنا الآن طب يا إخوان الجل الآن شو مشان الهلام شو عمل لنا هذا الهلام شو عمل لنا؟ طبق غطى 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 التربة شو يعني؟ يكفي في واحد هم عارفين لا ما في واحد انه عادي انت الان التغطيه ليش؟ ايش الهدف منها؟ ها؟ وليش خلوا الجد؟ من يقول شو السبب؟ ايش فيها؟ ها؟ وهذا خطر الجد، ليش ما خطر شيء ثاني؟ ليش ما جبت الضابط؟ لا مثل الضابط ليش ما جبت قسطين؟ مادة شفافة ها؟ لا شفاف مادة شفافة ان هي تنفذ الضوء نحو الضوء فين صار؟ الجل منع ضوء الاكسجين منع ضوء الضوء بينزل الضوء بيدخل من هون على الجوانب بس لما غطيناها منعنا دخول الاكسجين لنبتي للتربه بس حاجه يا استاذ واحد كمان انت دلوقتي لا محتاج اكسجين ولا محتاج ما محتاج انسان يمسك كربون عشان ما بينبع من الدماغ الى يعني انت عايز انبات البذور احنا عايز انبات البذور والبذور يكفيها الاكسجين الموجود اصلا في التربه بتثبت يحتاج يكفيها الاكسجين الموجود في التربه الان بس تحتاجها بقول ما تحتاجها لا في عمليه لو نبت البذور لو نبتت تحتاج للاكسجين ويقدر يكون الاكسجين معاك لكن الان في عمليه نبت وبعدين يحتاج الاكسجين يكفيها الاكسجين الموجود في التربه من نتائج الجن حينبت حينبت نعم البذره حتنبت حتى وجود الجن حتى الان عندك الان لما انت حطيت الجن بدي اسقيها كل يوم طيب انت ليش حاطط الجن؟ بدي امنع دخول الاكسجين لها اشوف كيف نموها هون الان هاي معرضه للهواء الاكسجين بدخلها هاي طبعا الاكسجين مثلا عندي عامل
ثابت انت حاطط الاكسجين. يعني انت حاطط عليها جل غطيتها بالجل لا ما حتنبت البذور؟ حتنبت. طيب. حتنبت. بس امتى؟ حتنبت فتره وتوقف. حتنبت فتره وتوقف. بس هي فعليا مش حتوقف ليش؟ لانه انا لما كل يوم بسقيها الجلد مع الايام حيذوب حيضل فيه تنفيذ. ماشي. حتنبت بس كله حيكون هو بطيء، يعني حتشوف الان على ارض الواقع انه النمو واضح ملحوظ في عمليه الانبات بين في العوامل الناعمه. طيب هو بسوي حب واحد بس اللي بغطي؟ اه على طول واضح انه بغطي صح ولا لا؟ نعم. طيب العين السادسي اللي هي ما عدا النايلون النايلون هي عندنا هون هي التجربه السادسه اللي هي الصخور نحط عليها ما عدا تقريبا كاسه كمان كم نسبة الموضوع؟ أقصى شيء 140 و60 كم يا شيخ؟